عادة يكون تمرين الريل أصعب تمرين، يعني والناس كلها تبغى ضحك. فمن التي على سبب تتمرن اليوم اللي بتتمرن ريول يقول لك عاد الشيطان يقول لك أجلس اليوم عندك صدر ولا عندك باي ولا عندك تراي ولا عندك ظهر اللي هو. فكان ضروري إنك أنت يا إنسان تتغلب على الشيء. يعني شوف اللي يجيب سهولة ترى يصير بسهولة، واللي تختاره سهل هذا ما وراه فايدة. محمد عبده يقول يا مدور الحين ترى الكايد أحلى. فتمرين الريول ضروري يكون في أول الأسبوع ويوم جايب نشاطك. هذا جايب نشاطك تمرن صدر تدمها سنك ديك رومي وارتحت عصاقل يا مصاقل حبك كان في القلب صاقل ليس قبول. أهم شيء الريول. يعني 90% من الشباب اللي يتمرنون ما يتمرنون ريول، بس صدر بس طالع تحت العصاتي. الله بالمستعان. ما شاء الله عليك، شد حيلك شد. ما شاء الله عليك. شو رايك انا اقول حق الجماعه اهم تمرين الريول، انت شو تقول؟ اكيد. هي والله اغلبهم تحصل الحين تشيكن ليكس. تشيكن ليكس قول لي. تمرين الريول يعطيك تسترون بوستر. سبحان الله. ما شاء الله الشباب كلهم مهتمين في الريول هالزمان. لما المفروض والله ان اهم شيء ترى على فكره هو تمرين الريل. يعني تمرين الريل مثل اساس البنايه، ما يستوي تبني بنايه فوقها يميع الوزن وتحت ما في اساس. خيبه. هي والله تبني ومن تحت ما شيء قوه في البنايه، فلذلك قد الشيء البنيان بسرعه يطيح. تبدا من الريل تصير. اي والله. نسألك يا الله نصرا وعزا للإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم تول أمرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن معهم، اللهم امددهم بجهد من جهدك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. الجيم عادة اللي أنا فيه في قسمين، قسم رجالي وقسم نسائي. لكن القسم الرجالي مثل ما أصوركم يوميا ساعة 70% ساعة 50% ساعة 100% يكون ممزور لين عينه بالرغم من ضخامته وحجمه الكبير المهول. هي قسم للنساء تابع للجيم اللي أنا فيه هذا. يا غير من النوادر تلقط فيه 10% أو 20% أو حتى 15%. شو السبب أنا ما أدري، هل هذا كسل عيازه؟ ليش انت انتبهن الريال يغلي جسم وهيب ورز وطول وعرض ورياضي وانت يا سار بابشات في البيوت؟ شو عليه مفروض؟ ليش انت هالنمونة؟ شو السبب؟ مفروض الحريم اكثر يتمرنن ويهتمن في الرياضة اكثر عن كل الرجال. الجيم هذا انا فيه اغلبية النوادي اللي فيهم أقسام خاصة للنساء إين تواجد النساء وايد ضئيل. وإن حبن إين وعزمن ين أول أيام يشتركن، تخيلوا 3000 و5000 اشتراك سنوي. إين أول 5 أيام نشاط وعلم وخبر وعقب الله يبنشرن. معقولة يعني؟ معقولة يعني هاي كلها عيازة؟ العيازة هاي ما لها أي محل في الحياة. المفروض الإنسان ذكر كان أم أنثى، لكن أنا ملاحظ الحريم وايد مش مهتم في الرياضة، يهتم في كل شيء إلا الرياضة. ما بكلهن، في جزء منهن يتمرنن أكيد، وفي جسم وفي أجسام وفي أشكال وفي رز وفي عود وفي هيبة معلوم. غير لا يخلو من وجود اللي العيازات والحيازات اللي ما فيهن هبة نشاط، ما فيهن حيوية، هي داهن الا
اجسم كرن من فوق الله الله من تحت يعلم الله. لا يا ابوي يقولون السوريين واللبنانيين القالب غالب ضروري اول بادي القالب القالب وبعدين ابوي يسمكرون القالب ما بيسمكرون ابوي قوطي معفص حناحين ومطاميط وما ادري ما فضل وزوايد لحميه ويفون وبشوف اقول لا والله وايد ضروري اهتمام. انا والله اني اعرف حريم امهات عيال عمارهم بالستين وخمسة وستين عيالهم ما شاء الله اكبر رتب عسكريه عندهم ما شاء الله وش انتم من يصبح لين يمسن يميسن على عمارهن في الرياضة وغاديات ما شاء الله عليهن تحراهن لا سلن ولا انسلن تحراهن بنات البارحة وهن ما شاء الله عمارهن بالسبعين وتعلمن وضرن وحينة قوين عمارهن والله عيالهم عيال عسكريين وكل واحد أكبر رتبة عنده يبقى تمشي عدالة هما تحراها أخته من ما شاء الله عليهن صبيات أولا متشبثات في الحياة. شو اللي خلاك تتشبث الحياة أنت؟ بس اللي رمسي هي تشبث الحياة. تشبث الحياة يبغي له قوة يبغي له إرادة يبغي له عزيمة ويباله تمسك بالأكل والرياضة وايد ضروري صبح مساء المهم لازم تفرسخن حق عماركن وقت للتمرين. على كل حال الأمراض منتشرة في البنيات بالأخص البنات كل وحدة غادي كبرتك شنة فيك مرض لا حول لا قوة إلا بالله. يا غير فيك أبوي مرض الصراط هل ملايم ليه ما يوجه وقل حركه الوحدة غادي تحراها درام كشرة من الصراط وتعق في هالبطن لازم بعد غادي نكبر البيت العظيم وقديت كبر البيت العظيم منو بيشاهد ريال بياخذ لي حرمة بيجلس يترتر بها من المستشفى للمستشفية من البطن الأولي والبطن الثاني خلاص إكسباير انتهت صلاحيته. لا والله ولا بتهتمين بعمرك قبل العرس ثلاث أربع شهور حق الفستان من تلبسين الفستان وتدهين ولد العرب تردين تقعدين كبر البيت العظيم. لا والله الله لا سامحكم تدهن أبوي شبابنا خلون أبوي الشباب طول حياتهم متغربلين وياكل. لا والله ضروري تهتمين بعمرك. السكر منتشر في الدنيا العودة كلها الدولة أكبر البلاد في الدنيا العودة فيها نسبة سكر وضغط الإمارات معقولة؟ العلم موجود والطب موجود والنشاط موجود الدولة مكرسة كل جهدها للرياضة. أنتوا لا تصيرون بعيد المعازيب كلهم رياضيين المعازيب من الصغار لين الكبار من الفجيرة لين أبوظبي ومن أبوظبي لين الفجيرة بكل القرى بكل الهزر بكل الأماكن يعني معقولة معازيب يعني المعازيب كلهم أبوي رياضيين. أنتوا ليش شو السبب أنتوا أخيار أنتوا ما بخيار أنتوا عندكم شغل أكثر عن المعازيب. المعازيب أبوي هم شالين الوزارات وشالين الدوائر وشالين السياسة ومع هذا كله يظهرون العمار في وقت خاص للتمرين وايد ضروري. وانا الصدق انا عندي مقترحي على الله يحفظكم ان شاء الله اني يوصل للي عنده اتخاذ القرار اني يعذرون للي يطالبون بالترقيات وتحسين الوضع واللي يطالبون انه بالترقية يلزمون الترقية بالصحة واللياقة البدنية وايد ضروري هذا بغدي حافز اولا للموظف اني غدي رياضي وتغدي عنده لياقة وكل ست شهور يظهر شهادة لياقة يكون يخب هنمونه هبدي تري ري بكبرة فول وثديات وما فضل عنه مطاميط وحناحين لا هنمون ها والحيوان هذا زين. يعني من المفروض انه يربطوا الرب عاشت روحك يستوي ربط بين الترقية واللياقة البدنية ضروري على كل حال. ما يحصل لا ترقية ولا زيادة معاش ولا زيادة أي شيء حتى شهادة مو بعد هي ها
فحص دوري عن السكر والضغط كل 6 شهور. المراكز الصحية ما شاء الله كثر التراب والدخاتر أبوي لا شغل ولا ضمنه. فلذلك ضروري شهادة اللياقة وخلو من السكر والضغط. هذا كيف يستوي؟ بالحفاظ على الرياضة. لازم يوم بيهتم بالرياضة وبالأكل بيغدي بخير وبيغدي مرقده زين وفراشه زين وراحته زينة بشرته بتغدي البيوت تشاهد بتخوز هاي التعفيصات اللي ما توجه. والله زمان كان ذكور ولا إناث حناحين الرقاب تواليل كل ثالول طول الرايبة يا غير التحرق راد أبوي في علبه الرجال ما يستوي. كان رجال لو حرمه يميع التواليل في رقابته. شبنا هذا أبوي من ترضيه ليلود ترضيه ليلود. والله من صدق أنا مسكب ما أمزح قميضة. يعني الدولة تبارك الرحمن في كل فريج في كل حارة دور ما دارها مقيطن. كل فريج مقيطن بممشى. كل ممشى مصروف عليه أميات الملايين. ما كان عشرات الملايين فيكون أميات الملايين. بادله الدولة يميع المصاريف لجل ترتقي بالشعب ويغني شعب رياضي. تخفون على الدولة تخفون على البلاد من أعباء هالأيهاد والأمراض اللي فيكن وفيكم. لازم يعني سراط وقال رياضة لازم بي السكر بي الضغط ونشي البلاد توزي عادة انت حين هل المختلين عقليا عالجيهم أبوي بتودل تدادلها هالبلاد تدادلها الحكومة انها متوزة تنكل بيهاتكم وامراضكم. لا والله كان رياي لو حري خلي الممشى في كل مكان وفي كل فريج وفي كل حارة الحين في كل بناير من هالأبراج شيء فوق جم للسكان وفي كل دائرة حكومية شيء جم وفي كل مستشفى شيء جم حتى في المطار طيران الاتحاد مسوي جم خاص للي بيسافرون وبيصيرون بيون. شو تبون أكثر عن جي؟ يعني هذا العالم هاي كلها غلط وانتوا صح لازم بتكسرون ولازم بتتبريد عظامكم ولازم بتغدي روسكم ما ترون وتشلونها من الفراش ولازم بيغدي يمكم الدقدق. شو السبب؟ قل النشاط وقل الحيوية. يلا أسعد عليكم تصبحون على خير. بحكي شيء موضوع وايد ضروري الصبح إذا الله جعلنا محيين وايد ضروري أرمسكم باكر. موضوع فوق عن الضروري ضروري هام وبينفع نسبة كبيرة شريحة كبيرة من المواطنين. هذا الله يحفظكم خاص للي عندهم مزارع. الموضوع اللي بكرة بكلمكم عنه بطريه هذا موضوع وايد ضروري وبينفع شريحة كبيرة من هلب المزارع. هلب المزارع اللي طايح مزارعهم في جبودهم من سنين وما يستغلونها واللي ما لهم بارض ذوي ياي بلكم شغلة بد المغني يلا لكن بيساعد بالدخل. دخل ولايتي رقم واحد وانت يالس لا همك الله ولا هم يحزنون. شويونة نشاطي بالك وبتدخل هم شتبيزات من وراء هذا ومعتمد من الدولة ومن الجهات العليا معتمد 100% كل شيء بربيكم بيا باكر ان شاء الله. يلا تكون على خير. صباح الخير. ايوه والله خبر يا صباح. ما صرت المطبخ اليوم؟ لا. ليش؟ عندي خوف من البيت. تروعني اي خوفك؟ إيه؟ لا حبيبي. هب كل يوم عاد تخويف. ايش تصبح صلاح بخير انت؟ ما اسمعك. دقيت لي تليفون؟ لا. ليش؟ ما دقيت تليفون. أيوة. صباح الخير. صباح الخير. ما شيء حبه؟ Good morning. متى حبيت أنت من قبل؟ صباح الخير. إني. كيف حالك صلاح؟ تمام. شو أخبارك؟ بين. كلنا زعلانين عسب الزلق هذا اللي كان مكبره. لا بابا. كيف تجي زلق الحين في الشهر هذا هاي هالشهرين اللي طافن 3 وديات من زلق. ليش حبيبي؟ كيف تطيح أنت؟ مزدح. ها. نورمال.
كنت راقد. إيه. شو اللي زلك يوم تراقد؟ روحة. روحك سحر؟ إيه. جني يعني؟ إيه. يا ربي مك. وين سهرت؟ وين جيت حم الصبح لين الحين؟ خلاص. شوية كنت شوية ما. ها؟ شوية خلي شوية بس. سس عندهم خلف اليوم؟ إيه سبحانه. شو تريفت عاد؟ قول الصدق. لا تكذب. لا بس. أحلف. لا. قول والله. لا. أسوي له تليفون؟ دايما. اسمع خلاص. يقول أول إنك تريق بس تقهوة عندك. بس. أحلف. لا لا. قول والله. أقدام ولا أقدام. لا يا رك الله ما تكذب. لو ما تكذب أخذيك. شوف. آه. دهوة بس دهوة. أشوف. دهوة. بس قهوة. أنت ما تكذب. حبيتني اليوم ولا ما حبيتني؟ ثاني. ثانك يو صلاح. أنتوا اليوم إن شاء الله. اليوم صلاح شوف. الحين عندي موضوع لازم أرمس عنه ضروري سياسة لا ما بالسيايير لا موضوع عن هل بالمزارع نزيد خلاص خبر قبل الله يسلمك عندنا سير المعاريس ثاني إيه عرس إيه نادي الضباط اليوم ضباط نزيد وعقب العرس إن شاء الله بسير المهرجان الشيخ زايد اللي في الوثبة ثاني وثالث ورابع 60 يوم المهرجان صلاح شهرين المهرجان لا بيوم ولا بيومين شو رايك انت بتصير وياي ايه اليوم لا عاده اليوم لا اليوم فيك لحيه بيضاء شوف انا الحلال لا ما في اليوم انت يوم الحلاق اليوم انا ما الحلاق يوم الحلاقه هنا انا يوم هي يوم لا انت يومين لا ويوم هي زين يعني تصير تريق ولا بعدنا لا خلاص تريق انت ايه شو تريق بيت وبعد سي كيف؟ خبوس هذا تمام خبوس شباب؟ هذا تبابا توست أيوة زي يلا أنا ما تصير معاي؟ ايه لو تيل سنين انت؟ يلا يا باب الزلد ايه اسمك من حناية صلاح يقول كيلو البلاي زلد وين؟ الحناية حلو هلا بابا كلود ذا لايت هي سيد تو جاك بابا قول لها شكرا شكرا اليوم هذا ابو ريوقين هذا بسطرمه مقطع صغار مهنهن لين يحمر الحين ريحه المطبخ تشدخ من البسطرمه وهذا شبت شوف الكميه كم كثرها هذا كله شبت ويازمو يحمسون ليه بعد تظهر ريحته وخلافه هناك شيء بيضة وحده بصفار والبيضة الثانية بس البياض مالها يحمسون ويا هذا ليل الحين من تبر ريحة الشبت عقوا عليه البيض وخبصوه لين غادي شات الخبيصة عقب أبوي من يتفلفل أنا بجيب أخبركم شو بتسوون الحين بتشوفون عقب ما يتفلفل عاد شو الحين ها يظهر هذا العين اللي من داخل الصمون كامل ما نخلي ولا نخلي بس لازم بس الا القرف يلا تكوت هالبيضتين كامله الداخل ترى هاي البيض بيضه ونص عباره والشبت الكميه الوايده كلها شبت البهارات اللي نحط بس فلفل اسود وفلفل احمر مبروش وهذا عد هذا السر الحين في هذا جبنة الحلوم هاي لازم تكون شويون مقلاية لين تحمر بسرعة عيستين وانا تريق وهذه ها حق بطنك ايوه والحين حطوا له في التوستر يعني 5 دقائق لين يخلي شي قص حمر رقم واحد يقصون قصتين يجيبونه ثانك يو دواركا ويلكم صار ثانك يو صلاح بس عاد بس حشرتنا يلا تعال يبي ياي شي غادي شكله واحد بف والله وريحته فنانة ترى البسطرمة وايد غاوي شوي غادي شرات الخبيصة من داخل ولذيذ وغاوي هذا وهذا تشوفون فلفل 3 نمونات يعني الحمد لله نعمة يبال الحمد والشكر ها خير ايش عندك متريج انت ولا لا شو يا انت يا عشب هذا ايه حق الفلفل الحمر هو
يموت على الفلفل الحمر صلاح. متوه انت متوه. ما بمتوه انت. زين لا تاخذ وايد، خذ بس ابو وحده. يلا كم بتاخذ؟ وحده. ترى انا وياك ما ضحك الضحك اللي انا وياك اكثر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخصوص الموضوع اللي خبرتكم عنه البارحه اللي قلت لكم بخصوص اللي يخص المزارعين. اللي يخص المزارعين على الله يحفظكم، هاي شركه، شركه اسمها جنان. شركه جنان هاي شركه مملوكه بالكامل للمواطنين بالكامل، مش مساهمه لزيد وعبيد ومن شرق بس مواطنين، الملاك مواطنين، وراس مالها مليار، ما بربي وربيتين ولا بمليون، مليار مليار راس مالها. واعضاء الاداره كلهم مواطنين، كلهم مواطنين ودارسين ومثقفين، ولهم باع طويل في مجال التجاره والاستثمار خارج الدوله وداخلها. فلذلك يوجد مشروع ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين انه بيفتح باب رزق لكثير من اللي من ملاك المزارع، من ملاك المزارع، بدال ما انت مخلي طرف من المزرعه فاضي او تدير في حلال او دواجن او اي شيء كان، يا غير انت مالك ربحيه من الشيء بسيط، المشروع هذا بيدر عليك بالربح. المشروع هذا بالذات اولا الاول من نوعه، الاول من نوعه يمكن في الشرق الاوسط اذا ما في العالم ولا في الشرق الاوسط، وبالاخص في ابو ظبي. اول مشروع يدر بالدخل الدائم 140 الف درهم سنويا، وما يخصه في ارتباط المزرعه المسجله في مال الثروه الحيوانيه والزراعه، لا مال الثروه الحيوانيه لا ما يخصه هذا الشيء، وهذا شيء اخر، لان هذه شركه مملوكه ما تتدخل في الشيء اللي يجيك انت من الحكومه يا المزارع. اذا انت يعني يجيك دخل من الحكومه هذا دخل اضافي فوق الدخل اللي يجيك من الحكومه، فهذا مش الحين الشركه تبارك انت زياده الدخل من مزرعك انت. الحين لو تسوي الانسان شيء يا غير يبال اداره ويبال تسويق ويبال هذا كلهم بيتعبلون منه، انت ما عليك الا انك انت تحضر وتحضر الاجتماع وتشوف الهست وحطنا ارقام التليفونات مال الشركه والعنوان، وحين بيستوي المعرض في ارض المعارض، شيء كبير ضخم ضخم فوق ما تتخيل. راس مال الشركه اقول لكم مليار، مليار درهم، ما بشيء بسيط، مليار درهم. وهذه الشركه على الله يحفظكم تعمل لكن خارج الدوله من عشرات السنين، من عشرات السنين تعمل في ما يخص الثروه الحيوانيه، تربيه المواشي والثروه الحيوانيه من اعلاف ورودس والجت هالميبس اللي يبونه، لهم مزارع مختصه لتمويل دوله الامارات والشرق الاوسط من خارج دوله الامارات، لكن براس مال اماراتي مليار درهم. رد رمسكم يا علي الله يحفظكم عن الشركه روحها، شركه جنان هذه استثماراتها الخارجيه خارج الدوله تجاوزت المليار. الحين المشروع هذا اللي انا بخبركم عنه هذا اول مشروع داخل الدوله. شو السبب؟ ليش بغوا هذا المشروع بالذات؟ مشاريعهم اللي خارج الدوله اللي تجاوزت المليار من كذا سنه، من كذا سنه هالمشاريع تنمويه وسووا خير له اول اخر ما يعلمها الله، الله سبحانه وتعالى. يا غير بغوا يساعدون المواطنين، شافوا وايد مزارع متعثره، والحكومه كم بتسوي؟ كم بتسوي يعني الحكومه؟ الحكومه جزاها الله خير، يا غير الشركه هذه بغت تساند المزارع وبجهد منه، ما بتعطيه صدقه، شيء طبيعي مش صدقه، لكن لازم المزارع يجتهد ويبحث عن دخل، فكيف الدخل؟ جايبين له طريقه الدخل والاداره والتسويق والعلم والخبر وكل كل هالمواضيع بتغطيها الشركه،
باختصاصيين مختصين مهندسين ودكاترة وعلم كل المواضيع هذه، كل ما يختص المزرعة والمشروع اللي راح يقام داخل المزرعة، انت ما عليك الا انك تكون فورمان تأمن الماي، ماي وكهرباء وعامل، ماي وكهرباء وعامل، والباجي كلهم هم بيجيبون لك الشيء اللي انت بتربيه، هم بيشرفون عليه الطبي، هم بيراونك طريقة التغذية وطريقة التربية وطريقة المحافظة والعلاج، كل شيء ما يختص في مزرعك هم بيسوونه. انت اللهم انك تغدي تندين تندين فوق فورمان فوق معارض، توقف ابدا تمر فعلوا تركوا علم خبر. بس المشروع هذا على الله يحفظكم اول بادي يخدم المزارع الاماراتي ويساهم في الامن الغذائي ويقدم منتج صحي للمجتمع وبسعر معقول، مش سعر مبالغ فيه، والمنتج هذا اصلا بعد موجود لكن خارج الدولة وبسعر وايد كبير، بيستوي انتاجه في مزرعتك وبادارك انت، وبتسوق ما بنت اللي بتسوق، الشركة روحها بتسوق لك. الحين وايدين مسوون مشاريع يا غير السوق يعني الله يحفظكم له ضربات فيتضربون بالسعر، فانت ما بتسوي ولا شيء، هم بيربون انت بتدير وهم بيربون، بيروك كيفية تطعم وكيفية العلاج وكيفية في مليون شغلة وشغلة، انت ما عليك اي مجهود، ما بتحرك ساكن. المنتج هذا يا الله يحفظكم من يازم انتاجه في الدولة وفي مزرعك انت يا المواطن، شو بيسوي؟ بيقلل من استيراده من الخارج، وبيكون هو غير متوفر حاليا في الدولة، غير متوفر ابدا، لا النوع ولا الشكل ولا الطعم، هذا كل امور اقولكم وايدة انا اعرفها، وان شاء الله اني بشرح لكم اياها كل يوم بيومه، لان الموضوع وايد كبير، مش يعني بالبساطة اني بروم اخبركم بكامل، انا كل يوم بطري لكم شيء منه وملخصة ان شاء الله في هالايام العشرة ايام او الاسبوعين الجايات، كل الامور بتعرفونها ان شاء الله. الخدمات الله يحفظكم اللي تقدمها جنان انها ماخذ مزارع بعشرات الالاف من الهكتارات، تزرع البرسيم اللي هو الجت والرودس، ويوزع وين هذا؟ يوزع في الامارات من عشرات السنين، هاللي تستعملونه في العزب وفي الدولة معتمدتنا وتستورده، هذا ابوي مزروع برأس مال اماراتي في السودان، ومشغل عشرات الالاف من البشر السودانيين المسلمين اللي خايفين من الله، كلهم ابوي يشتغلون في المشاريع الاماراتية، ويدعم المواطن السوداني في بلاده، ونستورد نحن من عندهم الرودس والجت المجفف، ونصدره لأسبانيا وأمريكا، أسبانيا وأمريكا والإمارات. شوفوا كم الأراضي والحجم. كنت بيا طالع قوم رجب هني يشتغلون، برمس وياكم وأسولف إذا الله جعلنا من الحين. شو رأيكم أنتوا؟ أنا أقول أغير المكان أخير وأسولف عندكم، ترى على الله يحفظكم هل بالرقابة والجودة، ترى هم واقعين اتفاقيات تفاهم وايد مختصة بالثروة الحيوانية والزراعية، مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز أبوظبي للخدمات المزارعية، كلهم أبوين واقعين اتفاقيات بينهم وبين شركة جنان. طلب الموضوع يا الله يحفظكم أن الحين الشركة ياسة تطور مع مربين الدواجن اللي عندهم الزارع وعندهم أماكن لتربية الدواجن، يا غير ما عندهم طريقة للتربية ولا النوع ولا الشكل ولا الحفاظ ولا طريقة العلاج ولا طريقة التغذية، كل هذا مش موجود عندهم، فهم جايين وصابين كل ثقلهم في شف إنهم يطورون من الشخص مربي الدواجن داخل الدولة في مزرعته، ويقومون بتعليمه وتعطيه وتدريبه طريقة إنشاء الحظيرة اللي هي الصحية الملائمة لجو دولة الإمارات. على الله يحفظكم
للي عندهم هواية تربية الدواجن في المزارع أو يبون يشاركون في المشروع هذا اللي هو تربية دواجن في مزارعهم، بدال ما يصير تعبهم هباء منثورة يبي لهم أبو يروحهم الشركة بتغذيهم بنوع سلالة فروخ، يعني لهم الصيصان من يوم عمر يوم بيجيبوا لهم سلالة الأمهات موجودة في الدولة ومنتجة وحاليا موجودة في مزارع نموذجية موجودة في داخل الدولة. وإن شاء الله أني بروح لكم المزرعة وبنصور لكم النوع والشكل وطريقة تربيتها كله في هالأسبوعين الجايات إن شاء الله. والنوع هذا على الله يحفظكم من الدواجن اسمه فري رينج، غير متوفر تربيته حاليا في الدولة، وهالشركة تسعى بكل ما تملك من قدرات وقوة انها تخلي كم من المستطاع ان تضم في مزارع المواطنين تربية النوع هذا من الصيصان. ليش السبب؟ اولا يتحمل درجة الحرارة العالية، طعمه يختلف عن طعم كل منتج، عبارة شرات دياي الدار يا غير ما ينطعم، خالي من الهرمونات، في خواص فوق ما تتخيلونها تختلف عن أي شيء في الدنيا العودة. ليش أنا أتكلم معاك بهالموضوع؟ ما تكلمت من فراغ، تكلمت من عقب ما اجتمعت عندهم وسرت للدائرة مال حماية المستهلك وسرت للجهات وشفت التصريحات وطريقة التربية وسلامة المنتج، وعلى ضوءه قلت أنا برمس عندكم وبخبركم، لأنه أكيد أنا أريد الفائدة لجماعتنا وهاليتنا وملاك المزارع للي غير مستقلة مزارعهم، فلذلك بيجيبونهم شيء أولا مريح في الإنتاج ويخدم المستهلك ويخدم المواطن واللي والمقيم وبسعر في متناول الأيدي، شيء طبيعي ما بنفس سعر الدياي العادي اللي موجود الحين في السوق هذا، يا غير مش غالي وايد، يعني إن وجد مستورد من الخارج 20 ضعف سعره حاليا موجود، هذا اللي أخبركم عنه الفري رينج. لكن سعره كم؟ توصل الدياية 130 درهم، 150 درهم، شو اللي كالف؟ النوع أثناء تربيته ما ينعطى لا أي هرمونات ولا ينعطى أي مضادات حيوية وبإشراف من الدولة، لا فيه هرمون ولا فيه مضاد حيوي. حين الوادم شمنه حين وين ما تصير الحريم والريايل شعر في يبهتم، شعر داخل طبلة اللذن، شعر ما أدري شو يظهر، وبر في داخل حنش اللادمي، شمنه من هالدياي مزجوج هرمون لين يوم الهرمون هذا. حين اللي جايبتنه لكم الشركة الجنان لا يعطى لا مضاد حيوي ولا يعطى هرمون، وطريقة تربيته شراد دياي العربي اللي موجود في البيوت، اللي موجود عندنا في بيوتنا وفي مزارعنا وفي عزبنا، هالنمونة طريقة تربيته. لذلك اسمه فري رينج، يعيش الحياة الطبيعية، يعيش الحياة الطبيعية، لكن نوعية الفصيلة هذه وطريقة تربيته طعم يختلف والنوع يختلف والحجم يختلف، مذاق اللحمة بكبرة يختلف. الحين ورا بكرة بني شيء بسيط جدا المزرعة وبيذبحون وبيطبخون منهن، وهذا كله بيكون لايف إن شاء الله. في عدة مزارعين وقعوا عقود، ما أدري كم مزارع وايدين، يعني المزارعين اللي وافقوا واقتنعوا في الموضوع. يا أخي أنا هذا كله برويكم إياه إن شاء الله علني، ما شيء وراء الكواليس، تحيدوني أنا كاشوفي يا عين شوفي، ما شيء سر وتعال قدامكم بتشوفون الطريق. وايدة ترى وايدين يربون فراري ويربون دياي، يا غير كمية النفوق، إذا بيربون 1000 مثلا فروي بتظهر من المكينة، 500 بيموتن ولين يصيروا ينتهضن يجي وقت الأكل، هذا أبوي بعد 300 بيصفون من 1000 على 200. هذا لا، كمية النفوق يمكن 1 ولا 2. الشركة على الله يحفظكم بتوفر للمزارع الدعم الفني والطبي والغذائي وطريقة العلف وطريقة التربية. المزارع ما عليه إلا الكهرب والماء والعامل والشبرة، الباقي كله بتقوم به الشركة
من إشراف بيطري والإعلاف والصيصان من يوم عمر يوم لين من تجيب لكم إياه الفروي بيوم ما تأخذ عنكم إلا للذبح بشترى. أنتوا حين وايدين اللي بيعوا اللي عندهم في المزارع فراري ودياي يا غير التسويق وين بهانس عقد العقد روحه اللي بيتوقع بين المزارع وشركة جنان متى 5 سنوات 140,000 درهم صافي الأرباح ما يقل عن ذلك صافي الأرباح 140,000 ما يخصه في ارتفاع سوق نزل سوق انطحن السوق اللي هو اللي يصيب اللي ما صابه ولا ما صابه مالكم إلا ربحية ثابتة 140,000 سنويا يا ربي الشمس قالت لي يميع الرسائل حياتني وأنا أرمس عن اللي عنده مزارع في الشوامخ واللي عنده مزارع في الشامخ واللي في الب كل الأمور أبوي هذه هينة صبروا علي إن شاء الله بكرة بخبركم عن كل شيء أنا حين ما بعطيك المعلومة المعلومة كاملة موجودة عندي يا غير لازم أول شيء تفتهمون شو اللي أنا أقصده وليش أنا وافقت بموضوع شركة جنان شركة جنان هاي القصد من كل الموضوع هم في حاية مزارعكم أنتو لا عندهم مزارع الدنيا والدين يا غير غرضهم الرئيسي النهوض براعي المزرعة يعلمون كيف طريقة التربية الصح للي عنده هواي بعد ترى على فكرة اللي ما عنده رغبة في الموضوع هذا وغير ما عنده هواي من الخاطر بأنه يطور مزرعته وأنه روحه يوقف على حلاله هذا أبوي ما بينفع المشروع لازم الرغبة تكون موجودة الرغبة الموضوع هذا يعني الله يحفظكم شركة جنان يغطي مزارع أبو ظبي إمارة أبو ظبي العين السلع الباهية السمحة غياثي ليوة القرمدة المارية قطوف كلها أي شيء تابع لإمارة أبو ظبي صك الملكية إمارة أبو ظبي شركة جنان تغطي الموضوع هذا بتقوم بالدعم الفني والبيطري والتغذية والعلم كل شيء كل شيء لكن هذا كله من بعد ما يزار تنزار المعرض اللي في موجود في أرض المعارض ما بالحينه بخبركم يوم غاية المعرض متى بيبتدي مدة المعرض 3 أيام وإن شاء الله بكون متواجد في أرض المعارض في مكان اللي تابع لشركة جنان إن شاء الله برد عليكم بخلاف بخبركم هذا في الخدمة اللي ما توجه ها يخدمون الحياب ها حياب وين اليلس هناك الدنيا يمد أبوي في الليل ما تروم تيلس الحين أبوي يخدمون الحياب ودوا طبجة وحدة ذاك أجويني وحن بيسوون الطبجة الثانية دور مدار اليلسة والسناح حق مال الخيمة هاك السناح بيتم مكانه من داخل وهذا دور مدار اليلسة برد في الليل يستوي موت من عقب المغرب حرامي أن موت العام في إذا تتذكرون اللي كانوا يتابعون قبل ملبجين ميمار كبار كم كبرة ويلا يلا رومنا يلس الله مالك الحمد شفتوا اللي في الجريدة الحين 260 مزرعة لين الحين لين الوقت الحالي 260 مشترك اشترك في اللي خبرتكم عنه هذا في خلال أيام فحين المعرض اللي بيستوي المفروض هب المفروض اللي عنده رغبة اللي عنده رغبة ويبقى يطالع العرض اللي مقدمت لنا الشركة هذا واضح يعني حتى الجريدة كاتبت لكم إياه يعني بطريقة رسمية فاللي يبقى وعنده هواية وعنده الرغبة أنه يطالع المنتج ويجربه ويشوف طريقة التعاقد مع ملاك المزارع والاتفاق وياهم أي المعرض المعرض بيتحدد وقته والزمان والعنوان اللوكيشن اللي داخل المعرض يكون المكان المخصص واكبر مكان في المعرض في شنتي ارض المعارض حق الموضوع هذا مستوي يعني هذا من اهم الاشياء اللي بتستوي من اهمها واكثرها فائده لملاك المزارع واكثرها فائده للمستفيدين بدال أقولكم هذا السقم اللي العرب الحين تاكله يابلهم ليهاد والأسقام فلذلك الحين معلوم أن
الناس الدول اللي من غير من زمان عندها المشروع هذا وناجح فيه ومكلف، الموضوع مش بسيط، لكن هني الحمد لله رب العالمين دولتنا على طول داعمة للمشاريع اللي في التنموية وبالأخص اللي فيها خير وصلاح للمواطن، اللي فيها خير وصلاح للمواطن الدولة على طول تدعمها. يا مساكم خير ونور وسرور. قبل هذا كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين ساير؟ ساير الله يحفظكم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة لحضور حفل زواج. بعد اسئلة ما بلا سؤال واحد. حيبة مرحبا.
حالك؟ الله يسلمك يا حبيبي. السلام عليكم. تقرير خاص ام احنا قربنا عليك؟ الله يسلمك. تصبح بخير طالع. السلام عليكم. السلام. 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 السل
هلا ابويا حالك صحتك طيب طمني عنك طيب الله يسلمك يا مرحبا جينا وياك في عرس من عقب من بعد مرور من ايام كنا في مدرسة الكندي نعم نعم الحين بنزل الصورة اللي حالية والصورة اللي من قبل زين زين يوم دنها من 40 سنة تخيل سبحان الله 40 صورة اسمك وفي وفي يا محمد جزاك الله خير انت وين هالسنين كلها؟ فرنسا على ابو ظبي ثلاث مع الفرنسيين ما شاء الله الله ييسر امورك سبحان الله عديبك من ايام الابتدائية وعندي الصورة من هالسنين الحين بنزلها للعرب عشان تشوف الله طبعا تشوفك قبل قبل 35 سنة وحيد حمد شفت حمد 40 40 لقيت حمد كلهم الشباب جيت الله يحفظهم قال هذا اسمه جعفر صالح الراشدي نعم هذيك قديم من ايام الصف الثالث كنا ابتدائي ولا خامس يمكن خامس سبحان الله صور انت بعد صور مره عمرتي بعد اعلامي الكبير خالد الخالدي مره سويت اعلامي ايه اعلان كبير ونحن من متابعينك جزاك الله خير ايه والله انت من انا سعيد الشحي مراسل خيمه والله والنعم فيك في راك انستغرام يبارك الله يا سلام في راك نعم وهذا منو بالله عليك هذا محمد الشعر المقدحي مقدحي قولي شعر محمد المقدحي تبارك الرحمن الله حيه مرحبا نورت اليوم في عاصمه ابو ظبي حبيبي الله يسلمك يحفظك مرحبا جزاك الله خير أرمس عليك
تعال ديفيد. ما شاء الله يا ميه اسمك برا.
صار لي ساعتين في هذا المكان وانا ادور عليك. تبارك الله تبارك الله، ان الله يرزقك ان شاء الله الذريه الصالحه، هي فرحك ان شاء الله، بارك فيك تستاهل كل اليوم. لو ما افتقد حد ما وصلت العرب كلها يعني ما ذكرت. الله يوفقك ان شاء الله. الله يحفظك. والله راعي بعيد ما راح، بس ابو محمد الله يحييك ويعطيك الله. انا اعرف يعني العرب ما يعرفون. انا صار طويل والله بالنعم ونحن زين تعذيبك عادي زمان يعني من زمان من زمان. انت تعرف اخواني هي على الله يعني. اعرفها من اخوانك اخوانك وهالكلام ابو عليك غير انت ما بيني وبين ابو عليك ابو عليك الى الله يبارك. ابو وصلك البيت بعد يعطيك العافيه. مرحبا مرحبا سلم على صلاح. سلام لي بابا. الله يسلمك يا ربي يطول عمرك. خليه ابن يوسف كيف حالك؟ خير كيف انت؟ وهذا البطل من يقول عليه؟ يوسف بن خليفة. ما شاء الله يوسف بن خليفة ولد خليفة بن يوسف. تبارك الرحمن. الله يحفظك. البركة فيك ان شاء الله. يبلغ في معرس. امين امين. يحفظك ورد السلام داخلين. يوسف يوسف. الصورة اللي توني نزلت لكم واحدة منها القبلية. هاي قبل 40 سنة. والثانية الحين مات اليوم. فرق بين قبل 40 مات اليوم. شفتوا هذه الصور؟ سبحانك يا رب. محتفظ بهم من هذه السنين في مدرسة الكندي كنا مدينة زايد. من هاك الآن الصورة موجودة عندي. وحين حطيت جيت الريال ورويت صورته. لا إله إلا الله محمد خيري بعمل قدام. لا إله إلا محمد خيري. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. كيف حالك؟ كيف أنت؟ يا مرحبا يا مرحبا أبو جسيم. حالك؟ دائما انت هلا اللحيه والشنب. هي هي زين سويت زين سويت انيولك يا الله. ما شاء الله عليك عسبتي عرفتك. تبارك تبارك الله يوفقك ان شاء الله. جميل يحافظ يطرح مدرسه ان شاء الله في الدريه يرزقك ان شاء الله الدريه الصالحه. بارك الله يبارك سلم يا ابو محمد يبدا ان شاء الله. جزاك الله خير. انت تستعرف؟ تعال فلوس ترى. يا ابوك سكر الباب يتوحونه العرب. والله عليك والله لا يتوحونك يا والله لا ياكلونك. ايه بياكلونك. لا اله الا الله. الله يحفظك. حج الخاتم يا ابويا. حج الخاتم اليوم. عارف كيف؟ كيف انت؟ خير الله يحفظك. بارك لكم ان شاء الله. نفرح ان شاء الله في عرس عيال عيالكم. امين. زمان ما عرسنا. بتعرس الحين. عليك بتعرس. كيف خليك. الله يحفظك. الله يحفظك. شوفكم حبيبي. الله يحفظكم ييسر اموركم. جيتك تامرنا بشيء. الله يحفظ حبيبك. على خير ان شاء الله. ييسر اموركم. هذا ما يصور تحت الناس الولايتيه. هنا لو ما كنت ولايتي ما بصورك. شباهم الحليانين انا. انا الحليان الا ما داني بعشت الله. لا الحليان ولا الفجري. لا الفجري ولا الحليان ما داني بعشت الله. لا في السعاية ولا في الرعاية. الله ييسر اموركم. اخبرك الموت الروح الموت الروح يرحب. انت شيء شيء ولايتي شرات النيسان في الدنيا. كل شيء وارد المسعودي يجيك فنان. اشكر فنك انا. حافظ على وارد المسعود. حافظ. الله ييسر اموركم في دعوة الله. اقول لك وايد العرب يقول لي بلاك هالريال من تشوفه تعلق عليه اكيد زعل زعل زعلان منك ولا شيات. هل انت زعلان؟ اول عمرك اول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير. الاتحاد الله يديم عليك وعلى الامارات وعلى شعبه ويديم علينا الفرحه والانبساط. اطول عمرك. امين. بالعكس خالد انا يوم اشوفك جزاك الله خير. وادي ارتاح. جزاك الله. وانا ما ادري بكسبي. ها. بديتك. الله يحفظك. حبيبي حبيبي وكل عام وانت بخير. انت ابوي من السودان. الله يبارك. خير عباره انت مواطن. عام طول عمرك. وين ما اسير القطك موجود. شرف طول عمرك. وكل اللي يرحب فيك. شرف. انت جيناتك اماراتيه. نعم. انت طايح ومستوي. لا بعطيك اياها بطريقه احسن. ها. البادي سوداني والمكينه اماراتي. اشكر فنك. اوكي حبيبي الله يحفظك. حليل حليل. العرب كلها تحبه في كل مكان اسير القطه. كان حزن ولا فرح هالادمي الله عاطنا طيبه وصفات قلب من النوادر تلقطها عند اي انسان. لكن ينتمي الى عرج سوداني. رد عرجه العرج السوداني
في ولاء للإمارات مش من اليوم، منذ نشأة الإمارات كل عرج سوداني وإنسان فيه عروق سودانية سواء من الأم ولا من الأبو أي حب الإمارات يمشي في دمه، مش بهواه. رب العالمين عطاهم جينات إماراتية على ما شفتوا حين البدي سوداني والمكينة إماراتية. يلا يلا الله يحفظه. ما شاء الله، شو ما شاء الله العالم، شو ما شاء الله العالم، كلها ظهر من العرس حر مهرجان. يا رب البيت آه شوف العالم، كلها العرب ظهر من العرس مهرجان. شو السبب يته العالم هكذا العرس؟ لأن هل العرس بوي واصلين المعاريس اللبو والمعرس ويده وخبالة عمومته أنسابهم كلهم واصلين، يواصلون العرب كلها. لازم اللي بيواصل الناس، الناس بتواصله، يا غير اللي ما بيواصل العرب ولا بييهم والله يا ابوك لا تازم روحك. لو تسوي ليه تسوي، لو تسوي عرسك في قصر شداد بن عاد والله ما حد وايق عليك، ما حد بيبي حق اللي راعي النفس وراعي الانفيسة وراعي الطبع الجبيب. الناس تيبوي حق الادمي اللي يجدر منه، يجدر من العرب، الناس بتجدر منه وبتيه، ما حد محتاج لحد. اللهم قدمها نعمة فضلها من الزوال، الناس كلها بخير وسهالة. يا غير اللي بيجدر العرب الناس كلها بتجدر منه كلهم بتيه. مساكم خير ونور وسرور. أنا بيني وبينكم وعد أني أتلاقى وياكم في مهرجان الشيخ زايد اليوم في الوثبة. يا غير الله يحفظكم يتم العرس وعيزان مارو محرد ساكن. قلت برتاح لساعة وإن شاء الله بسير النادي، وباكر في احتمال أني يسير المهرجان إن شاء الله. تعالوا باكر بعد شي سيرة، شي سيرة باكر مثل ما خبر سيرة غمض باكر، شي غمض وشي طباخ ونفاخ في مزرعة مات الدواجن، امور امور باكر. الحين نسيت انك انا الحين الحين ذكرت وخبرتكم، لا تقولوا ما قلت لكم، باكر شيء سيره غمض للمزرعه مات الدواج اللي خبرتكم عنها. يلا بنرمس، يمكن في احتمال نرمس خلاف ولا ما رمسنا، بس عاد عليكم يوم اللي رمسه ما قصرت اليوم.